أمن الله والحمد لله. وخرجت الزين من ضمينا والله يرحم الشهداء والله يعمل ربي يخلص علينا وعليكم بالخير. عمي الحاج عمي الحاج عطني وثمان سنين عند الله عند ربي يحفظه طول عمره والله عمره يجزى رايش على رايش. وكيما انتصر فلسطين وعاون فلسطين ورحم الشهداء احنا نطلبوا لربي ينصرها فلسطين وربي ينصر وينصر الشعب الجزائري كاسر كبير وشويه والله ينصر أمس محمد والله عمل الرايس تاعنا والوزارات كبار أشخاص والضباط كبار أشخاص. السلام على أشرف المرسلين. والله إلى هذا فرح كبير اللي راهم متواجدين بمناسبة مدينة مدي ماي 1945 المصادفة لـ 8 ماي 2024 رانا متواجدين بالبيت المجاهد المجاهد البطل العربي محمد الذي يبلغ من العمر 108 سنين ما شاء الله تبارك الله. وهذه المبادرة اللي كانت من طرف جمعية يدي في بلادي وجمعية أمل الغد بالتنسيق مع البلدية هذه المبادرة الحمد لله يا ربي اللي فينا كل من حضر لهنايا من نواب البلدية ومن نواب الرئيس من سلك الأمن من كل اللي حضر نشكره جميع اللي كان واقف في أمل الغد الشبانية ونشكر جمعية اجتماعية يدي في بلادي ونشكر العائلة اللي استقبلتنا والعربي أحسن استقبال بلا ما نشكر ونشكر كذلك كثير الشكر الأب تاعنا أب الجامع العربي محمد. وبمناسبة 8 ماي 45 نشكر طاقم البلدية بإرجير والأساتذة اللي كانوا معنا وعمال النظافة نشكر كاع اللي ساهم من بعيد ومن قريب المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وشكرا لكم وتحية. كان يوم وطني للذاكرة وتم تسجيلها في دستور 2020 اعترافا من السلطات الجزائرية لتضحية الشعب الجزائري الأبي على مر 132 سنة من استعمار فرنسي غاشم. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.